من جديد، وجد آلاف الفلسطينيين أنفسهم مضطرين للنزوح خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، حاملين أمتعتهم البسيطة بعد إصدار جيش الاحتلال أمر إخلاء جديد من مناطق بوسط القطاع. ونشر جيش الاحتلال منشورات تأمر سكان مخيم لبريج للاجئين وأحياء عدة مجاورة بالمغادرة فورا باتجاه دير البلح. وتأتي التهديدات الإسرائيلية الجديدة في ظل استمرار العدوان على القطاع، والذي تسبب في دمار هائل في كل أنحاء غزة، حيث تم تدمير ثلثي المباني، فيما نزح مئات الآلاف نحو جنوب القطاع المكتظ بالسكان، حيث تكدسوا في خيم غير مأهولة وفي الحدائق والمدارس والشوارع وسط شح في الطعام والماء. وتحذر وكالات الأمم المتحدة منذ أسابيع من الوضع الكارثي للمدنيين في القطاع، حيث دمر القصف الإسرائيلي أحياء بأكملها وشرد نحو مليوني فلسطيني. وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن 90% من سكان غزة نزح داخليا منذ بدء عدوان الاحتلال. وحذر متحدث باسم الأونروا من أن الوضع الإنساني في القطاع يتجه إلى نقطة اللاعودة.